كابتن حسام بدري عايز يبادروا بانه يخلي الاثنين دول تحت ما يطلعوش وما يتقدموش. هنا انا مش هيهمني. طيب ده دلوقتي يا كابتن بدايه خروج بقى لعيبه النادي الاهلي من المحاضره والذهاب الى ملعب اللقاء. كل التوفيق للابطال، كل الامنيات على رجال النادي الاهلي، دائما قادرون على حمل المسؤوليه. لواء نادي القرن ما هوش حاجه سهله، ولكن كل نجوم النادي الاهلي عبر التاريخ كانوا قادرين على حمل هذه المسؤوليه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يفرحوا الملايين والملايين من عشاق النادي الاهلي عبر مصر والعالم ان شاء الله باذن الله. كمل كابتن مجدي، كنا بنتكلم على التشكيله. بقول ممكن انه يبدا بالمبادره بتاعته، انه يبادر لباغه النادي الاهلي بالهجوم من البدايه خالص، انه يحسس ان الاثنين الاطراف علي معلول واحمد فتحي انه النهارده مالكوش شغل على قدام، النهارده يبقى مهمتكم صعبه جدا. ده مش هيهمني انا قوي او مش هيفرق معانا قوي قد ما اني اتحكم كويس جدا في فوسيني كوليبالي وفرانك كوم، لان الاثنين دول عندهم قدره جيده جدا في التمسك بزمام الامور في وسط الملعب. يعني بيدافعوا كويس جدا. بيدافع كويس جدا وبيمرر كويس جدا في التوقيت بتاعه، بيحافظ على كورته كويس جدا تحت ضغط، بيحافظوا على كوره تحت ضغط كويس جدا، فدي لازم يتعمل عليهم. سؤال كابتن مجدي، اللي حضرتك كنت هتقوله، اضغط عليهم ما اسيبهمش اريحيه في ان هو يستلم ويسلم، ده اضغط لازم عليهم بعبد الله وسوليه. عشان كده انا قلت في البدايه من شويه قلت لحضرتك انه اول ربع ساعه هيبقى في اخذ ورد، هو هيبقى انا بتوقع كده ان هو هيبقى عايز يعمل ده عشان يوقف احمد فتحي ويوقف علي معلول، وفي نفس الوقت انا هبقى ضاغط عليه في نص الملعب علشان انا اللي اخد وسط ده الملعب. رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر، وكان داعم كبير جدا لبعثة فريق النادي الاهلي في تونس، وحضر التمرين وكان دائما يحفز اللعيبه، تصريحاته كانت في منتهى التوازن، تاكيد شيء ايجابي. مباراه في ملعبه عنده تاريخ مش مظبوط مع النادي الاهلي في المباريات زي كده. الاتوبيس وحافله النادي الاهلي تتحرك الى ملعب اللقاء بالتوفيق ان شاء الله. كده يكون فرحه كبيره جدا لكل مصر. لحظه بلحظه حضراتكم شايفين، لحظه بلحظه طاقم العمل او طاقم العمل لفريق قناه الاهلي ما بيفوتش ثانيه، ما بيجيبش فيها كل حاجه بتحدث للفريق في تونس وفي كل مكان الصراحه في افريقيا او في مصر. ادي الحافله وطريقها الى ملعب المباراه. كابتن مجدي، حضرتك كنت بتتكلم ان ما يبقاش في تسرع، بيبقى في سيطره على مجريات الامور عشان اتحكم انا كنادي اهلي في اللقاء. زي ما بقول ان هو عنده قلق وتوتر اكتر مني. انا عندي نتيجه واحده اشتغل عليها، هو عنده نتيجتين. اللي عنده نتيجتين ما بيبقاش، وخاصه لما بيلعب النادي الاهلي، لا ما بيبقاش مستريح زي اللي عنده نتيجه واحده اللي لازم يكسب. اللي عنده هدف واحد هو ده اللي بيبقى اكتر راحه نفسيه من اللي عنده هدفين، لانه اللي عنده هدفين ممكن يقول لك دي او دي، ذهنه مشتت، ممكن اخسر الاثنين، بتشتت بين دي وبين دي وممكن يخسر الاثنين. انما الضغط النفسي اللي هيبقى موجود على تيم الترجي وجمهور تونس صعب. نعم، جمهور تونس صعب ولعيبته عارفه كده كويس، ممكن تزوم عليه حته الاستحواذ كمان بتاعتي والاحتفاظ بالكره كتير ممكن
التفاؤل والتركيز والطموح. يعني الله يكون في عون رجالة نادي الأهلي، الله يكون في عون جماهير نادي الأهلي، الله يكون في عون الكابتن حسام البدري، رجالة الأهلي النهاردة اللي هيمثلوا نادي الأهلي النهاردة، شريف إكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وعلي معلول، قدامهم اتنين ارتكاز، حسام عاشور وعمرو السلية، قدامهم ثلاثة وليد سليمان، عبد الله السعيد، ومعاهم مؤمن زكريا، وقدامهم سترايكر وحيد هو النجم أزارو. إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله القلق بتاعنا ده يترجم لفرحة بعد المباراة. أنا عارف هيبقى فيه حبسة نفس 90 دقيقة كاملة. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتوج مجهود الرجالة دي على خير، لأنهم تعبوا فعلا وأخلصوا في عملهم، وإن شاء الله ربنا يتوج هذا القلق وهذا التعب على خير. أرحب بضيوفي ونجوم مصر الكبار، الكباتن الكبار، نجوم مصر نادي الأهلي، كابتن ربيع ياسين. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك كابتن ميدو، منور وحشتنا كتير. إن شاء الله يكون التوفيق حليفهم النهاردة. المباراة طبعا هتبقى صعبه، لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون لينا يعني ان شاء الله. يعني هاخد رايك كابتن سمير واقول يعني تقول لي احساسك ايه. ده اتوبيس النادي الاهلي طبعا، وراه دي تبقى عربيه السفاره المصريه في تونس. ان شاء الله كل التوفيق ليكوا رجاله في مشواركم او في المعركه، انا بسميها معركه رياضيه النهارده 90 دقيقه، معركه ولا بديل ان شاء الله عن الفرحه المرتقبه لجماهير النادي الاهلي. كابتن سمير قول لي احساسك العام. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، كلنا في ظهرهم، احنا سبورت ليهم الحقيقه. يمكن في حاله للشعب المصري بالتفاؤل، خصوصا جماهير النادي الاهلي. شفنا الجماهير في ملعب التتش مسانده حقيقيه للنادي الاهلي، لما يكون محتاجه فعلا بيبقى في ظهره طول الوقت. في الظروف اللي النادي الاهلي محتاج جماهير فيها بيلاقيها. او خلينا نقول لما الجماهير بتحس ان النادي الاهلي محتاجها هي بتروح له بالظبط، من غير ما حد يقول لها. يعني هم لوحديهم كده وحاسين بالموقف في الفريق. طبعا تعادل 2-2 هنا، مباراه صعبه هناك. نتمنى التوفيق ويكون النادي الاهلي في حالته النواحي الفنيه والبدنيه، والتوفيق ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل مباراه كويسه والنتيجه تبقى في صالحنا ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني انا امبارح عمال افكر في المباراه وعمال افتكر وليد سليمان وجده والسيد حمدي وابو تريكه، وعمال افتكر ابو تريكه برضو وبركات وفلافيو وعماد متعب وائل جمعه والنحاس والجيل الكبير ده يعني، وطبعا اجيال قبل كده بتسلم اجيال، وعمال برضه اقول ما احنا عندنا برضه لعيبه ان شاء الله قادره ان هي تعمل اي حاجه. صحيح في قلق وفي توتر وفي طبعا الشارع الاهلاوي والجماهير الاهلاويه مرتقبه هذه المباراه. اللي انا شايفها مباراه مختلفه تماما عن اي مباراه، واكيد حضراتكم عارفين الخبايا بتاعه هذه المباراه. ان شاء الله ان شاء الله بدعواتكم الصادقه ان شاء الله من قلبكم ان شاء الله النادي الاهلي ورجالته يقدروا يحققوا مكسب النهارده ويفرحوا كل الجماهير اللي بتستناهم. كابتن ربيع ياسين، مواقف مشابهة أكيد عشتها. طبعا قلت لك إن غير اللي شفناه، وافتكر الأهداف اللي في اللحظات الأخيرة، موقفين، موقف سيد عبد الحفيظ وموقف وليد سليمان وجده، وفي نفس الوقت أبو تريكة في الصفاقسي، وإحنا سنة 84 كنا قدام ياوندي في مصر 1-0 وجابوا العرب من الكاميرون بقى 84 في الثمانينات، كانت فيها سماء وحد وحوش وبسالة وشجاعة ورجولة وأداء، ودخل فينا هدف وصمدنا لحد الآخر ولعبنا ضربات جزاء ورجعنا بالكاس. فالمواقف دي مش جديدة، طول عمر لعيب النادي الأهلي بيتحطوا في مواقف، وطبيعي جدا مش كل المواقف سهلة ولا كلها صعبة. خد بالك في توفيق وعدم توفيق. أصعب موقف يا كابتن ليك أنت شخصيا، أصعب موقف من أصعب المواقف طبعا، يعني متهيألي كل البطولات، لأن احنا كنا بنواجه ظروف صعبة جدا في أفريقيا بره على الأرض. خد بالك كنا في الجابون في نهائي أفريقيا 85 تقريبا، وكنا كسبين في مصر 3-0، والشوط الثاني في 17 دقيقة جابوا فينا جولين. كان بينهم ضغطونا ضغط غير عادي. لكن كان توفيق الله ثم طبعا رجولة اللعيبة وأدائهم وتركيزهم والتزامهم وشجاعة الحكم حمانا فعلا. مع ان في كتير جدا كان ممكن يدي بينالتي ممكن، لكن بصراحة دي من المواقف الصعبة جدا جدا، ان قربوا كنا ثلاثة كتيرة جدا، لكن ظروف بقى السحر وظروف الخنازير والحاجات اللي عملوها معانا كانت صعبة جدا جدا. فأفريقيا كانت في الثمانينات كلها صعبة، في ظروف معيشة وظروف أرض وظروف حكام وظروف جمهور، حاجات كتيرة جدا. لكن طول عمر تركيز لاعب النادي الأهلي والتزامه والمسؤولية الكبيرة على عاتقهم، تحملوا المسؤولية، لعيبة لهم دور إيجابي ورقم واحد في المنظومة، خد بالك، والمواقف كتيرة جدا. عشان كده انت صاحب 8 بطولات، ده عامل رقم كبير جدا ورقم كاس في عمر بنس. ده يدل بيدل على ان انت عندك رجاله يعتمد عليهم، خد بالك عندك رجاله تفوت في الحديد بامر الله تعالى. كلنا متفائلين باذن الله، وكلنا واثقين في توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم اللعيبه والجهاز ودعوات الجمهور، وكل مصر قلبها مع النادي الاهلي، وان شاء الله النهارده خير كبير قوي باذن الله تعالى. كابتن اسامه،
برضو يعني قول لي ذكرياتك برضو، يعني احنا شايفين اتوبيس رايح للنادي، احساسك وانت رايح للمباريات المهمه قوي، المباريات الفارقه يعني المباراه اللي بقى فيها تحديد مصير، والمباراه اللي هي بتبقى عارف قبل الاحتمالات. احساسك كلاعب قبل احساسك كمدرب. طول عمرنا ان احنا بنتحط في مواقف زي دي، يعني بطولات كتيره جدا افريقيه او حتى في الدوري المصري، في بعض الاوقات كنا بيبقى المباراه تبقى فاصله مثلا على الدوري مع الاسماعيلي مع الزمالك مع نهائي كاس مثلا نهائي دوري، كذا مره نتواجه في مقابلات قويه جدا، 94 مثلا مع الاسماعيلي مباراه فاصله وبقى لنا كنا 4 سنين ما بنلعبش ولعبنا وسط جماهيرهم وربنا كرمنا. ده خلاص كابتن سمير انا اسف انا بقطعك، ده خلاص الاتوبيس بيصل الاستاد رادس استاد المباراه. ان شاء الله كل التوفيق ليكوا رجاله وكل دعوات الاهلاويه. تاني اقعد اكرر دعوات دي، لان الدعوات دي بتبقى بتفرق كتير قوي. اتفضل يا كابتن. يعني على ما اتذكر يعني خدنا من ترجي بطوله هناك، بطوله عربيه، هم خدوا مننا بطوله عربيه بالهدف الذهبي هدف كماتشو، واحنا خدنا البطوله الثانيه.